يعني قضية التحالفات اليوم أصبحت أصعب بكثير من مما سبق. في الفترة السابقة كانت التحالفات أسهل، ماخذة طابع مكوناتي، يعني تجتمع القوى الشيعية مع بعضها والقوى السنية مع بعضها والقوى الكردية وباقي المكونات. اليوم حجم الخلاف اللي تفاقم في الدورات الأخيرة ما بين أحزاب المكون الواحد جعل من إعادة التجربة السابقة صعب للغاية، يعني ما بالإمكان اليوم إعادة تحالف شيعي. وتذكر أيضا قبل فترة دعا السيد مقتدى الصدر إلى إعادة ترميم البيت الشيعي، لكن نعم، ما كان هنالك استجابة لهذه الدعوة، ولا يعني أكو دعوة للملمة البيت السني ولا حتى البيت الكردي. اليوم على الأغلب أنه أحزاب السلطة، الأحزاب الرئيسية ستدخل الانتخابات بأسماها أحياناً الصريحة، وأحياناً تضم أحزاب أخرى في تحالفات محدودة وليست تحالفات موسعة، وأحياناً تقبل بمرشحي الأحزاب كأفراد وليس كتحالف انتخابي. ولذلك احنا لسنا يعني امام مشهد فيه احزاب كبيره في العراق. يعني لعله من الاخطاء الشائعه في الادب السياسي العراقي انه الحديث عن احزاب السلطه على انها احزاب كبيره. واقعا لا توجد لدينا احزاب صغيره كبيره بما فيها احزاب السلطه السياسيه. طيب، وعندما نتحدث عن أحزاب كبيرة، نعم، هذا معناه هذه الأحزاب تستطيع أن تخوض الانتخابات وتحقق أرقام يعتد فيها وتستطيع أن تشكل حكومة بمفردها، وهذا غير متاح.